فرصة قائمة، لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، هناك تدخل كان موجود، وبالتالي صافرة حكم الإيقاف، الحكم الهولندي سيد بيورن كايبرز. 40 مباريات وتعادل في مباراتين، هذا بالنسبة للمدرب جورجي جيسوس. كرة تصل عالية داخل منطقة الجزء كينرز عما حدث في مباراة الذهاب، هنا محاولة عرضية، يا سلام، كرة كانت باتجاه المرمى، لكن حارس المرمى هنا يلعب هذه الكرة لفريق الأرسنال، جاكا يرسل كرة عالية، لكن وين بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2006؟ هنا تسديدة الجانب الأيمن بينية حاضرة لفريق بنفيكا، خطيرة هنا تمريرة هذه الكرة إلى كيران تيرنيد، يتقدم اليسار كيران، يحاول أن يمر، حاضرة وصول وانطلاقة، محاولة عرضية تأتي ولكن لا تجد، هنا كرة لدينا تمريرة لكن أيضا تغطية دفاعية كانت موجودة، كرة الماضية هنا عرضية، فرصة خطيرة وهدف أول يضيع، خطيرة بوكايو ساكا، ساكا ساكا والتمريرة، يا سلام يا سلام، الهدف هو من ساكا يا أوباميانغ، نعم ساكا يا ساكا يا ساكا، أي تمريرة كانت وأي لمحة فنية كانت من ساكا، كانت هدية، هذه هدية يا أوباميانغ، هذه كانت هدية تحسب لساكا، وعملية الانهاض بالصورة المثالية كانت كالعادة. أرسنال يبحث عن الثاني، كيران تيرني والعرضية ترسل عالية، أصلت لكن في الأخير بتعود هنا أوباميانغ يحاول من أمام، يطلب له الانتصارات إلى الأسماء التي تقدم كرة القدم الممتازة، الكرة بتعود مرة أخرى، تسديدة من داني 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 داني، إصابات بفيروس كورونا بالنسبة لعديد الأسماء هنا لإنترنت، يتقدم في الطرف الأيسر عرضية عالية، فرصة من أجل الثاني، فريق أرسنال ومن يقول بأنه ربما هو أهم عنصر في هذا اللقاء، هنا كرة منقولة ترسل، هذه الكرة عالية داخل منطقة الجزء من أجل كذلك أن يرد على كل المنتقدين، وأن لا شيء بمجموع المباراتين أرسنال هدفان، بنفيكا هدف وحيد. مرة أخرى لفريق بنفيكا ضغط عالي، كرة تصل لفريق بنفيكا، عرضية ترسل عالية، الرأسية تأتي والتعادل يضيع، أوه يا لها من كرة ويا لخطورة الكرة الماضية، يحاول في الطرف الأيسر محاولة المرور والتقدم، ملعوبة كرة من الجهة اليمنى عن طريق بوكايو، يعيد الكرة للخلف مرة أخرى، أصلت هذه الكرة، لدينا تمريرة نهائي، هنا محاولة قائمة لفريق أرسنال، لكن هناك راية مرفوعة، تسلل كان موجود، طبعا ثلاثة نهائية هنا محظوظين ولم يكتب لهما الكثير طبعا من الحمد، وبطريقة الألقاب على صعيد بطولة الدوري، وبالطريقة الثانية سيبايوس 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 ساكا، جول جول جول، أوه يا ساكا، نقلت هذه الكرة من الوسط، بعد ذلك محاولة المرور، لكن هنا التدخل كان موجود على يوليان فايجل في اللقطة الماضية، يوليان فايجل سقط أمام اليونايتد، لم يستقبل فيها الفريق، هنا التسديدة، الله يا سلام على هدف ملعوب، على هدف جميل، على هدف من الأهداف الجميلة الراقية في كرة القدم، من الأهداف المحببة دائما، يا سلام يا سلام يا ديوغو يا ديوغو، ماذا فعلت وبأي طريقة سجلت بالقر، هنا تعادل يحدث، لكن هنا فرصة قائمة برتغالية قائمة بدلا من الضايع، كرة تصل عالية داخل منطقة الجزاء، سيارس الحكم الهولندي الذي يعلن نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل، بهدف إلى هدف، إلى الجانب الأيمن عرضية ترسل، لكن التغطية تحضر، عادتها رودي جول، أوباميانغ جول 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 جول، حاسم نعم هو هذه الكرة، عادت مرة أخرى لمصلحة فريق الأرسنال، تنقل عالية إلى الطرف الأيمن، خطيرة وما زالت خطورتها، ولكن حارس زميل الكرة وصلت إلى الطرف الأيسر من جديد، محاولة قائمة، لكن الثغرات الآن لأنه يعلم تماما خطورة الهدف، 30 سنة ربما ربما، هنا كرة منقولة في الطرف الأيمن، هكتور بيرين، فرصة ما زالت لأرسنال، عرضية أتت، لكن التغطية تحظى صعوبات على فريق أرسنال في هذا التوقيت، لكن عرضية ترسل من أيوب ساكا، عودة إلى هكتور بيرين، عرضية ترسل عالية، هذا جول، أوه مطالبة كانت بوجود دفع وبوجود ركلة جزاء على تيو، خطيرة خطيرة، جول 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 جول، هفوة ويا لها من هفوة،
خطا يكلف غاليا فريق الأرسنال. يا رافا يا رافا يا رافا رافا سيلفا انطلق رافا سيلفا وصلت إليه الكرة مثلما بل هو من وصل إلى الكرة مثلما كان يريد. هنا يا داني يا داني يا داني يا سيبايوس ماذا فعلت؟ يعود أرسنال سريعا من خلال هدف تعادل. هنا كرة عالية لكن في ويليان هل يتغير الحل؟ كرة منقولة عن طريق هكتور بيرين عرضية لن تأتي لكن بتعود تنقل هذه الكرة عن طريق ويليان 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 والعرضية لكن نادي بنفيكا كرة منقولة بين الطرف الأيمن هكتور بيرين كرة منقولة محاولة قائمة هنا مرور فرصة فرصة جول جول الله يترني تدشين العودة للجنارز. نعم هنا يأتي بتسديدة يسارية قوية كانت استطاع من خلالها تيرني أن يسجل وأن يعادل فريق أرسنال بعد تمريرة ويليان ويليان إلى تيرني خذها هنا سددها قوية. بالنسبة لهذا اللقاء هنا في ملعب كراي أسكاكس التقدم من كرة تيرني تيرني والعرضية ترسل عالية الرأسية تأتي جول ينقل الكرة باليسار عرضية ترسل عالية لكنها بتعود مرة أخرى مرة أخرى لدافيد لويس عند الكرة والتصويبة تأتي ولكن بعيدة 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 كرة المدافع البرازيلي بار هنا محاولة لمصلحة نادي بنفيكا محاولة قائمة والتصويبة تأتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا إيفرتون تزيدة يمينية برازيلية كانت توماس بارتي ينقل كرة لدينا التمريرة وصلت إلى خيارات المدرب ميكيل أرتيتا. هذه البطولة مهمة لأرسنال انطلاق آخر وربما عقاب آخر هنا فرصة لفريق بنفيكا لك عند الكرة ساكا يتقدم ساكا يمر ساكا يسدد وينها 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 يا بوكايو وينها يا بوكايو. أرسنال في منافسة أوروبية منذ ويليون في بوكا ساكا عند الكرة يريد أن يتقدم ساكا والعرضية عالية جول جول جول. أنا أرسنال وهذا كبريائي أنا الجنرز وهذا كبريائي نعم كبريائي نعم. هنا يسجل أوباميونغ ويسجل ثالث الأهداف لفريق نبضه كبرياء لفريق